هنا جميزة المقاري، جميزة عتيقة لها أكثر من 100 عام في قرية المقارين القديمة. معنا العمدة عرفات عويدة هيتحدث لنا عن جميزة المقارين. مرحب بك يا عمدة. أهلا وسهلا. أقول لي يا عمدة، نعم، هي المقارين شيخ المقارين ولي من أولياء الصالحين، هو ده مات في طريق الحج ولا إيه؟ والله يقال في الروايات إنه هو لم يثبت صحة أو عدم صحة هذه الرواية. طب المقارين قرية قديمة؟ المقارين كانت تابعة أصلا لقرية الشيخية، وهي تعتبر قديمة حديثة في آن واحد. هتقول إزاي قديمة وحديثة؟ قديمة لأنها هي والشيخية بلد واحدة وتابعين لمركز قوس من قبل الثورة في سنة 79. طبعا لما زاد عدد السكان وكده ونجع المقارين ده كان تابع لقرية الشيخية، تم فصل قرية المقارين عن قرية الشيخية وأصبحت قرية مستقلة بها جميع المصالح الحكومية من مدارس ومكتب بريد وجمعية زراعية وحياز أحواض حيازية خاصة بها، وبدأت طبعا تسجيل المواليد باسم أبناء المقارين وقرية المقارين بدءا من 1979. أما أنا مواليد 1956 فمواليد قرية الشيخي. الجميزة دي أنا طبعا مواليد 56 أسمع حكاوي الكبار عنها لأني لم أدركها لأن عمرها أكثر من 150 سنة أو 200 سنة تقريبا كما يقولون. أنا جدي لأبي عليه رحمة الله محمد عويضة توفي سنة 1940. يقال إنه هو جدي اللي توفي سنة 1940 طلع لقيها مزروعة، فمش معلوم مين اللي زرعها بالتحديد، ولذلك ما أقدرش أحدد عمرها برضو بالضبط كام سنة. بنقول تقريبا إحنا 150-200 سنة على حسب الجماعة المعمرين اللي موجودين في القرية حاليا، زي الشيخ شرقاوي كان شيخ سابق للبلد مواليد 1930. المقارين ذكرت في كثير من الكتب، أحدثها كتاب الباحث محمد عبد الفتاح محمد عويضة. مرحب بك يا أستاذ محمد. أنا أسمع منك. أقول لي، هو المقارين ليه سميت المقارين؟ والله اختلفت الروايات. أول رواية احنا سمعناها من الناس القديمة إن هي كانت مقر الذهاب بتاع الحجاج. الحجاج هي رايحة كانت تقعد تاجي هنا، تتجمع من البلاد وتستنى بعض هنا، سميت مقر الذهاب. ولما هم راجعين يتجمعوا هنا برضو فسميت مقر الإياب، فبقيت اسمها بلد المقرين، مقر الذهاب ومقر الإياب. ومنيها برضو عشان مسمى الشجر، وتحرفت المقرين للمقارين، ومقرون الشجر برضو لأن كان فيه شجرتين مقرونتين ببعضين منه، فسميت تسمية ثانية. وفي مسمى ثاني آخر إنه بيقول كان ساكن ولي هنا اسمه الشيخ محمد المقارين، برضو كان ساكن في المقارين، بس ما سبب التسمية الأصلية هي بس. طيب أنت ذكرت شجرة الجميزة في كتابك، هل لأنها خلاص هي الشجرة الوحيدة حاليا، ولا علشان إيه ذكرتها؟ ليه ذكرتها؟ من أقدم الحياة الموجودة في البلد، يعني تنزل البلد تقول رايح عند الجميزة، لو سألت على حاجة يقول لك عند الجميزة، وعمرها 200 سنة، وكان في سيارة ثانية موجودة معها في نفس التوقيت بس تشارت 2010، فهي اللي ما زالت قائمة لسه. الشجرة قديما كانت مجلس للعلماء. معنا العم نور بيشري شيخ بلدة المقارين هيتحدث لنا عن تاريخ شجرة المقارين. مرحب بيك يا عم نور. قول لي يا عم نور، هو مين من المشايخ زمان كان يجلس تحت الشجرة؟ الشيخ خليل عبد القادر. جسنة كان دي ولد 1850 تقريبا، وكان من علماء الأزهر، وكان صاحب عمود الأزهر الشريف. والشيخ محمد إبراهيم الخطيب دي جد والدتي، دول أساسا كانوا يجلسوا تحت الشجرة زمان. تمام.
كان يربي تلاميذهم على الفقه والسنة ويحفظوا التلاميذ قراءة القرآن ويعملوا حلقات. يعني ما كانش في وقتها فيه يعني كتاتيب ولا حال، اللي هي كانت الشجرة دي قديما بيزوا تحتها كان في ضلع كتاب باسم الشيخ، كان يحفظ فيه الشيخ نور الدين، كان دي بعد عصرهم هم. لكن في العصر القديم كان الشيخ خليل عبد القادر كان يجلس ويعلم الناس اللي تحت الشجرة، كان هي رمز العنوان المقالية هي الشجرة دي، كان لسه على المقالية يقول لك عند الجميزة، يبقى هي المكان، هي المكان الرئيسي، عنصر الحياة في المقالية يقول لك الجميزة، اللي عاوز أي مخلوق هناك في المقالية ياجي يقول لك عند الجميزة تلقاه. وكانت بلد بسيطة، ولكن مع أنه كانت بلد بسيطة لكن كان فيها نسبة تعليم أزهري بفضل الشيخ خليل عبد القادر والشيخ محمد إبراهيم والشيخ مرسي، هم من دول محافظ القرآن الكريم. لشجرة المقارين حكايات كثيرة، في حلقات أخرى نلف النجوع والقرى بحثا عن تاريخ الأشجار. كان معكم محمود الدسوقي.